مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد وحلقه جديده السادسه مساء. الحقيقه يمكن الكلام اللي اتكلمنا فيه مع حضراتكم امبارح بيقرب لانه يكون حقيقه قاب قوسين او ادنى زي ما بيقولوا، كلام على تاجيل دور قبل النهائي لبطوله افريقيا. وقبل ما ندخل في فكره التاجيل وقبل ما ندخل في وجهه النظر الفنيه لكل نادي على حده، بالمناسبه هم ست انديه من اصل 8 بيشاركوا في دوري الابطال والكونفدراليه وافقوا على التاجيل باستثناء نادي الزمالك المصري ونادي بيراميدز المصري، هم الناديين الوحيدين اللي بيشاركوا في الادوار قبل النهائيه اللي رفضوا. الحقيقه يمكن وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم بالتفصيل طبعا، لكن الحقيقه المثير لعلامات الاستفهام هي فكره انه الاهلي دايما يكون في جمله غير مفيده على الاطلاق على لسان مسؤولي الانديه، وكان الحقيقه واحنا بنتكلم على انديه كبيره بالطبع انه اي نادي بيوصل لقبل نهائي افريقيا بالتاكيد هو نادي كبير، وبحكم التاريخ والرصيد الكبير جدا للنادي ده والجماهيريه اللي بيتمتع بيها هو نادي كبير، لكن للاسف الشديد جدا يبدو انه مسؤوليه لا يقدروا حجم الجماهيريه ولا الشعبيه اللي بيتمتع بيها النادي. الحقيقه تصريحات غريبه جدا، اتفهم انه لما يكون في موضوع شائك زي ده مرتبط بظروف صحيه وملابسات بسبب فيروس كورونا مأثره على العالم كله، تطلع تصريحات احد مسؤولي الانديه بيتكلم على موقف الاهلي، يعني بدل ما بيتكلم على موقف فريقه او بدل ما بيشرح المنطق اللي بناء عليه اخذ الفريق بتاعه قرار بالموافقه على استكمال البطوله في موعدها المعلنه مسبقا، نلاقيه بيستعجب او بيحط علامات استفهام على موقف الاهلي، وده شيء مش مفهوم الحقيقه، شيء بيزيد من حده التعصب، شيء يعني الحقيقه بيتكرر مرارا وتكرارا بدون ادنى سبب. نفهم كويس جدا انه كل فريق من الفرق اللي بتشارك بيبحث عن مصلحته الفنيه، والاهلي من حقه كنادي بطل قرن وبطل القاره الافريقيه ونادي من اكبر الانديه في مصر والوطن العربي وافريقيا والعالم انه ياخد القرار اللي يشوفه انه بيخدم مصلحته الفنيه. الاهلي في موقفه الرسمي اعلن انه متمسك بالمواعيد المعلنه مسبقا ولكن بيحترم الظروف الخاصه جدا اللي بتمر بيها المغرب، وكان من الاولى اذا كنا هنسال عن موقف نادي زي نادي الزمالك اللي كان رافض ان هو يشارك في بطوله الدوري ورغم كده تمسك بان هو يلعب قبل نهائي دوري الابطال في موعده في الوقت اللي بتتفشى فيه جائحه كورونا في المغرب. الحقيقه علامات استفهام كتيره جدا على كتير من تصريحات المسؤولين في نادي الزمالك اللي الحقيقه بقت غير منطقيه وغير مقبوله وغير مفهومه. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد ومساء الخير على حضراتكم. متهيألي مفيش كلام اكتر من اللي انت قلته يا احمد، فعلا الاهلي من اول يوم متمسك بقراره وما طالبش بالتاجيل ابدا، وكان قال مستعد ان هو يواجه اي فرقه بكامل قوته وان المواعيد تكون في وقتها دوري ابطال افريقيا، وما كانش في اي نيه للتاجيل من عندنا، لكن لما يكون في تصويت وفي كل نادي بيبص لمصلحته وبياخد قراره، مش المفروض ابدا ان انديه ثانيه او مسؤولين في انديه ثانيه تطلع تنظر انه ليه النادي الاهلي خد القرار ده، وليه النادي الاهلي اللي كان بيطالب باستكمال الدوري دلوقتي عادي ما عندوش مشكله ان افريقيا تتاجل شهر كمان. طب ما هو ليه انت وانت بتطالب بالغاء الدوري دلوقتي ما عندكش مشكله ان انت متمسك جدا بقرارك انك لازم تلعب افريقيا دلوقتي؟ فالحقيقه المفروض انه ما يبقاش فيه من المسؤولين الانديه الاخرى يا احمد انه بننظر على النادي الاهلي، او زي ما انت قلت ما نحطش النادي الاهلي في اي جمله غير مفيده، كل واحد يشوف مصلحته، كل واحد يشوف ايه اللي اصلح ليه. كمان فكره انه النادي الاهلي الحقيقه احنا فارق معنا جدا جدا ظروف اشقائنا في المغرب، وبنبص للمصالح المصريه المغربيه وانه قد ايه هم بيمروا بظروف صعبه جدا، ودي حاجه مهمه ان احنا نراعي ظروف. اكيد يعني مصر والمغرب معروف قد ايه في بينهم علاقات قويه، وكمان بنبص لمصلحه الفريق زي ما قلنا كل واحد بيبص لمصلحته، فمش المفروض فعلا يبقى في تنظير من اي مسؤولين في انديه اخرى. كمان يا ساره انه انا لما اجي اخد قرار يتعلق بالنادي الاهلي ابص على القرار اللي يخدم مصلحه النادي طبعاً. الاهلي مش هفكر ابدا في القرار اللي يخدم مصالح غيري. ومع ذلك خدوا بال حضراتكم الموضوع مش بس انساني، لانه كان من الوارد جدا انه يتم استغلال، واحنا اتكلمنا على ده يمكن من اسبوعين فاتوا، عملنا اكتر من سكايب في السادسه مساء مع صحفيين متخصصين من المغرب اكدوا على تفشي حالات كورونا في نادي الوداد، وكان من الاجدى يعني اذا كان الاهلي بيفكر انه يستغل هذه الجائحه او هذه المشكله انه يصمم على اقامه الماتشات في موعدها، لانه ده يمكن يفيده بشكل كبير جدا، فرقه يكون عدد كبير جدا من لاعبتها في حجر صحي لمده 14 يوم او يزيد، وبالتالي ده بالتاكيد هياثر على مستواهم، استغل انا الفرصه دي والعبهم في على ارضهم في مباراه الذهاب وهم مش جاهزين، ده ممكن يفيدني في تحقيق نتيجه ايجابيه تسهل لي بعد كده ماتش العوده. ده لو احنا بنفكر بس
بمبدأ المصلحة، لكن الحقيقة اعتبارات الأهلي أكبر من كده بكتير، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي، لأنه إحنا جاهزين أيا كان الميعاد، كان 24 25 كان 16 أو 17 أكتوبر، إن شاء الله فرقة النادي الأهلي جاهزة، وإن شاء الله بإذن الله البطولة من حظنا ومن نصيبنا.